أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة، عن يوم ميلاد الوالي، وكيف تسابق الناس ليقدموا له أغلى وأنفس الهدايا. في أحد الأيام نزلت السوق بصحبة جحا وكريمة وأدهم، وكان موسم الجفاف قد ضرب محاصيل المزارعين ضربة قاسية، حتى البرسيم مات باهظ الثمن، وتحتم علي تناول التبن المقرف يوميا. تبا لموجة الجفاف هذه الذي تسببت بالضرر للكثيرين، فلا الناس قادرون على الشراء لغلاء الأسعار، ولا المزارعون يبيعون منتوجاتهم لتحصيل رزقهم. أخشى أن تطول الأزمة أكثر فيزداد عوز الناس. لابد من جمع التبرعات والتعاون إلى أن ينقضي هذا الظرف الصعب. ولا تنسوا شراء البرسيم الطازج لي أرجوكم، فقد بللت طعم التبن. فكرة عظيمة يا أبي، ولكن هل سنتمكن من جمع ما يكفي؟ فجأة صدح في الأجواء صوت بوق منادي الوالي، وتجمع الناس لسماع الإعلام. يا سكان القرية، يا أهل الديار، أتيتكم بآخر الأخبار، فعيد مولانا المعظم بعد أسبوع، والجميع مدعوون إلى القصر للاحتفال، ومن يقدم للوالي أغرب هدية سيفوز بألف دينار من المال، فتحضروا وتأهبوا رجالاً نساءً وأطفال. ألف دينار جائزة لأغرب هدية؟ وما عساه يثير استغراب الوالي واهتمامه، وهو من يملك كل شيء. أبي، أمي، هل سمعتما؟ جائزة ألف دينار، هذه فرصة رائعة، فلو ربحنا الجائزة يمكننا استخدامها لمكافحة الجفاف. ولكن كيف نربح؟ لابد أن المنافسة ستكون كبيرة، فالجميع راغبون بالفوز. ربما أصنع له ما يثير إعجابه، ولا بأس من المحاولة على كل حال. ما رأيك يا أبي؟ بالتأكيد يا ولدي، ويمكنك البدء في الحال بينما أحاول جمع ما أمكن من التبرعات، وبهذا نضرب عصفورين بحجر واحد. وفيما عاد أدهم إلى البيت للعمل على هديته للوالي، بدأت مع جحا جولتنا لجمع التبرعات، وكانت أولى وقفاتنا عند أشعب الذي كان مشغولا جدا. يبدو أنك مشغول يا أشعب، فهل أعود لاحقا؟ أهلا وسهلا، لا بأس، يمكنني أخذ استراحة. أرى عجلات ضخمة، هل تصنع عربة؟ نعم، عربة تجرها 10 خيول هدية للوالي، وهذا العام لابد أني سأفوز بالجائزة. لكن كيف لعربة أن تكون أغرب الهدايا؟ فالوالي يملك واحدة. عربة الوالي تجرها 8 خيول فقط، هذه ستجرها 10. أظن أن عربة يجرها حمار ستكون أغرب عند الوالي مما يصنعه أشعب. طيب، لن أخذ من وقتك الكثير، فقد جئت أسألك إن كنت تود التبرع بمبلغ من المال لنتعاون جميعا لتجاوز موسم الجفاف. بصراحة يا جحا، أنفقت الكثير من المال على شراء المعدات لصنع العربة، ولم يعد لدي فائض من المال. لا بأس يا شعب، ربما في يوم آخر. أعلك بأني سأتبرع عندما أفوز بالألف دينار. إذن أتمنى لك وافر الحظ يا صديقي، إلى اللقاء. يبدو أن جمع التبرعات ليس بالأمر اليسير،
وعليه يبدو أن علي أن لا أتفائل بالحصول على البرسيم الطازج في أي وقت قريب. أين التبنة؟ كان ضجيج آلات الخياطة يصم الآذان في وجهتنا التالية عند طاهر تاجر الأقمشة والحرير، فجميع الخياطين منكبون على العمل بينما يعطيهم طاهر الإرشادات وكأنه يقود معركة. هيا يا سادة، الوقت ضيق ولا مجال للتقاعس. مرحبا طاهر، تبدو مشغولا. أهلا أهلا جحا، أهلا وسهلا. أقوم بجمع التبرعات كي نتمكن جميعا من تجاوز موسم الجفاف بأمان، فهل ترغب بالمساهمة؟ نعم، هكذا بحيوية ونشاط. تابع العمل، ولا بد أننا سنفوز هذا العام. طاهر، هل ترغب بالتبرع؟ اعذرني يا جحا، فقد أنفقت الكثير من المال على الحرير الهندي النادر كي أصنع للوالي عباءة مطرزة بالأحجار الكريمة. طاهر أيضا، يبدو أن حمى المسابقة أصابت الجميع. زيارة تلو الأخرى باءت جميعها بالفشل. إلى أن عدنا مساء للبيت وكان جحا يشعر بالخيبة. أمر لا يصدق يا كريمة، الكل أنفق ماله من أجل هدية عيد الوالي ولم يتبرعوا ولو بقرش واحد. هكذا هو الحال كل عام في الأيام التي تسبق يوم عيد الوالي. يحضرون الهدايا لرجل لا ينقصه شيء بينما يتجاهلون مشكلة موسم الجفاف. ولكن يا جحا، ربما يفوز أدهم بالجائزة وبهذا يصبح لدينا من المال ما يلزم. وما الذي يقوم أدهم بصنعه؟ قال إنها مفاجأة، ومن يدري، قد يتمكن بالفعل من إثارة اهتمام الوالي. وهكذا مر أسبوع بلوح البصر وذهبنا للاحتفال مع جميع أهل القرية بعيد الوالي، وهناك كانت تلال من أشهى أنواع البرسيم بانتظاري. جحا، أفلا تبتسم قليلا؟ أنت تبدو مستاء منذ وصلنا. كيف لي أن أبتسم وقد بذخ الوالي على حفله بهذا الشكل؟ ألم يكن من الأجدر صرف المال لتجاوز أزمة الجفاف؟ معك حق، ولكن ما باليد حيلة، فلا القصر قصرنا ولا الحفل حفلنا. لو لم يكن أدهم مشاركا في المسابقة لغادرت على الفور. وهذا ما سنفعله، ما أن يقدم أدهم هديته حتى نغادر. لا نغادر قبل أن أملأ معدتي بالبرسيم. يا ضيوف القصر، حانت اللحظة التي ينتظرها الجميع. مولانا على عرشه بانتظار هداياكم، فقدموها إليه وليظفر بالجائزة من يستطيع. بلمح البصر اصطف مقدمو الهدايا وكل منهم بانتظار دوره. لو شاركت لقدمت للوالي أجمل نحيق حمار سمعه في حياته. والآن مع أول الهدايا من تقدمة أشعب. ويا لروعة ما صنعته يدا أشعب، عربة أنيقة للغاية تجرها 10 خيول تسير في إيقاع متراقص. لوالينا في عيده عربة يجرها من الخيول 10، صنعتها لتكون تحفة خالدة تليق بمعاليكم. عربة تجرها الخيول، جميل جميل، ولكن لدي من العربات الكثير ولا جديد فيما تقدم. شكرا لك على كل حال يا أشعب. انحنى أشعب بصمت تام يحيي الملك وانصرف يجر ذيول الخيبة. والآن مع هدية طاهر تاجر الأقمشة والحرير. كصف من الجنود دخل خياطو ورشة طاهر يحملون العباءة المصنوعة من الحرير الفاخر مرصعة بالأحجار الكريمة مطرزة بخيوط الذهب. واو، ما
أجملها من عباءة. مولانا يا صاحب الذوق الرفيع، أهديكم خلاصة حرفتي، عباءة تليق بمقامكم. جميلة بالفعل يا طاهر، أقر بأني لم أرى بجمالها كثيرا من قبل، ولكن لا أرى فيها ما يبعث على الدهشة. سلمت يداك على كل حال. وعلى نفس المنوال استمر تقديم الهدايا، طيور نادرة، أطباق مذهبة، عمامات، أحذية وجواهر، ولا شيء منها أثار دهشة الوالي، إلى أن... والآن مع آخر الهدايا يقدمها أدهم بن جحا. ما هذا؟ ما هذه الآلة الغريبة التي يركبها أدهم؟ هل هذا ما كان يشتغل عليه طوال هذا الوقت؟ دخل أدهم على متن آلة غريبة تسير على عجلتين تصدران صريراً عالياً، هو يدوس بكلتا قدميه على بدالتين. في حياتي لم أرى مثل هذه الآلة قط. حتى الوالي بدا متعجباً. حضرة الوالي، هذه هديتي لكم، أتمنى أن تنال إعجابكم. وما هذه يا أدهم؟ لم أرى مثلها في حياتي. مركبة تساعدك على التنقل من دون استخدام الخيول، كل ما عليك هو أن تدوس على هاتين البدالتين بقدميك فتتحرك. سميتها الدراجة. أدوس بقدمي؟ لا 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 لا، يبدو هذا متعبا وأنا أفضل الاسترخاء. على الرغم من غرابة ما صنعت، لكنه ليس ما أحتاج. سلمت يداك على كل حال. وضعت آمال جحا وأدهم في حل أزمة الجفاف. يا ويلي يا شله، ستأكل التبن إلى الأبد. وبهذا نعلن انتهاء المسابقة دون وجود أي فائز لهذا العام. مهلا مهلا، أنا عندي للوالي هدية. جحا لديه هدية؟ قضينا الوقت بطوله نحاول جمع التبرعات معا، متى حضر هدية للوالي؟ هديتي هنا في جيبي، وهي بالتأكيد من أكثر الهدايا إثارة للدهشة، وأنا واثق من أن الوالي لم يرى مثلها في حياته. تبدو واثقا من نفسك للغاية يا جحا. حسن إذن، ما هي هديتك؟ استل جحا من جيبه لفافة ورقية ورفعها عاليا أمام الجميع. في هذه الورقة ما لم يره الوالي قبلا أو يسمع عنه، لك أقدمه هدية ثمينة يا والينا. عم الصمت بينما أخذ الوالي يقرأ ما في اللفافة بتمعن. أحمر وجهه وجحظت عيناه وبدا غاضبا وهو يرمق جحا بحذر بين الفينة والأخرى قبل أن ينهض وينادي. يا كبير الحرس، يا حراس، يا حراس! ويلي يا ويلي، ماذا فعلت يا جحا؟ من الأفضل أن ألتهم ما يكفي من البرسيم قبل أن يقوموا بطردنا من القصر. كبير الحراس في خدمتكم يا مولانا. بأمر من والي المدينة تم تخصيص مبلغ 5000 دينار لتجاوز أزمة الجفاف التي ألمت بالولاية. أما جحا فله 1000 دينار أخرى جائزة على هديته القيمة، فكلماته بالفعل لم تكن في حوزتي يوما. أنا من أملك كل شيء. مستحيل مستحيل، لقد فعلها جحا، فاز بال1000 دينار وبالمزيد لحل أزمة الجفاف. ولكن كيف؟ وما سر هذه الهدية العجيبة يا ترى؟ وما باح جحا بسر هديته لأدهم وكريمة إلا حين صرنا في البيت؟ كل ما فعلت كان أني قدمت للوالي هدية الحقيقة. الحقيقة؟ ماذا تعني يا أبي؟ في رسالتي أخبرت الوالي بالحقيقة وببشاعة ما يجري من احتفال في بذخ وإسراف،
وأنه من الأجدى لو صرفت هذه الأموال على تقديم العون للناس. يا ويلي يا جحا، آه نحمد الله أن الوالي لم يغضب منك. ولما يغضب يا كريمة؟ والينا معروف بحكمته، وكنت مؤمنا بأنه بمجرد سماعه للحقيقة سيقوم بفعل الصواب. أنت رائع يا أبي. تذكر يا ولدي أن الحقيقة أثمن الهدايا على الإطلاق، حتى لو لم نكن نرغب بسماعها. ومن يومها وأنا لا أتفوه إلا بالحقيقة، ولكن لا أدري لما رفستني شلهوبة عندما أخبرتها أن رائحتها كريهة. لا يبدو أن الجميع يقدرون أهمية هذه الهدية.